هجمة مباغتة من مسلحي حماس، فجاء الرد الإسرائيلي بهجمات متفرقة جواً وبحراً على غزة. في البداية الجميع توقع خوفاً إسرائيلياً من قصف غزة بسبب الأسرى في أيدي حماس، ولكن القصف كان أعنف مما يتوقعه أحد. فقال المحللون إن تل أبيب قد تقدم على تفعيل بروتوكول هانيبال الخاص بالأسرى. فما هو بروتوكول هانيبال؟ بروتوكول هانيبال هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر، وصيغته المعروفة هي أن عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها. وتم استخدام بروتوكول هانيبال عدة مرات منذ عام 2008. يبدو أن هناك نسختين مختلفتين منه، واحدة مكتوبة شديدة السرية للقيادات العليا، والأخرى شفاهية لقادة الفرق. وفي الإصدارات الأحدث كثيراً ما تؤخذ عبارة بكل الوسائل حرفياً، كما هو الحال في عبارة من الأفضل أن يقتل جندي في الجيش الإسرائيلي بدلاً من أن يختطف.